برحب بيكم من مقر المجلس الأعلى للجامعات، وهنتكلم على استخدام علوم البيانات في تقدير انتشار فيروس كورونا في مصر. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على ان احنا بنتعاون مع الدكتور هشام العسكري، وهو استاذ في علوم الارض والاستشعار عن بعد في جامعه شابمان في الولايات المتحده الامريكيه، تحديدا في كاليفورنيا. ومن خلال الابحاث المشتركه اللي بنعملها مع الدكتور هشام، المجموعه البحثيه بتاعته والمجموعه البحثيه اللي عندنا في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بالفعل تقدمنا بعرض يوم 21 مايو. النهارده احنا بنبني على العرض اللي قدمناه قبل كده علشان نشوف ايه الاحداث اللي اختلفت وايه الارقام اللي اتجددت بعد ما قدمنا العرض في يوم الخميس 21 مايو. اذا خلينا نتفق ان ده جزء من بحث علمي متكامل بنتكلم في اهميه علوم البيانات في استخدام الداتا ساينس في مواجهه فيروس كورونا المستجد، علشان نقدر نساعد اتخاذ القرار مع الدولة ومع المواطنين في العلم الخاص بعلوم البيانات. كلمنا أيضا المرة اللي فاتت على نسبة الانبعاثات اللي ممكن تكون والرصد والخارجة من المحيط القاهرة والمحافظات المصرية، وإزاي بنقدر نرصدها علشان عن طريق الأقمار الصناعية علشان نقدر نرصد بعض القرارات اللي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكتر. ايضا احنا ما اشتغلناش بس على الاس اي ار موديل والاس اي ار موديل، الحقيقه احنا استخدمنا يعني انواع من المودلز المختلفه، منها النيوميريكال ومنها الابيديميولوجيكال، علشان نقدر ان احنا نطلع على اكبر قدر ممكن من المعلومات علشان تفيدنا. استخدمنا ايضا الاكسبوننشال موديل واللوجيستيك موديل اللي هو النموذج الاسي والنموذج اللوجيستي. اتكلمنا المره اللي فاتت على معدل النمو والانتشار النمو الفيروسي او البرسنتج اوف جروس، واتكلمنا على الفوركاستنج والناو كاستنج، ويمكن النهارده نتكلم كمان على الهايند كاستنج وهو دراسه الماضي. يبقى احنا بندرس ماضي الارقام وبناء عليها بنقدر ندرس الواقع وبنحط تصورنا للمستقبل بناء على الدراسات اللي احنا بنتكلم فيها. خلينا نقول ان احنا مش بس كوزاره التعليم العالي وبحث علمي معنيين بالموديلنج فيما يخص الكورونا، لكن الحقيقه كمان احنا تقدمنا بشكل كبير في دراسات كلينيكال ترايلز على مستوى العالم مع clinicaltrial.gov، ومن خلال الجامعات المصريه والمعاهد والمراكز البحثيه اللي حضراتكم شايفينه دي. الخريطه بتاعت افريقيا بتقول ان مصر عدد الابحاث السريريه اللي تمت في خلال من اول رصدنا لموضوع كوفيد 19 لحد دلوقتي 50 بحث، مقارنة ب 64 بحث على مستوى قارة أفريقيا كلها. إذا نصيب مصر كان 50 بحث من عدد 64 بحث، بل على مستوى الشرق الأوسط مصر ال 50 بحث بتاعتنا كانت متفوقة على دول كثيرة من دول الشرق الأوسط زي إيران وزي الأردن وإسرائيل ولبنان وقبرص وتركيا، يمكن أقرب دولة لينا تركيا. لكن اللي أنا عايز أقوله إن ده نشاط كبير لمنظومة البحث العلمي في مصر من خلال التقدم لأبحاث سرية. لو شفنا التنوع الكبير في مجالات البحث العلمي اللي تمت الفترة اللي فاتت من خلال العلماء الموجودين في الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، نلاقي الحقيقة إنها حاجات ليها علاقة بالتسلسل الجيني للفيروس، ليها علاقة باستخدام يعني بروتوكولات علاجات مختلفة، استخدام البلازما المستخرجة من المرضى اللي بيمروا بفترة النقاهة، أيضا دراسة بعض العقاقير وبعض الفاكسينات التي ممكن تكون الآن بمرحلة التجربة في الحيوانات. فإذا هناك مجموعة كبيرة جدا من الأبحاث العلمية تمت في هذا المجال. لو عدنا تاني للموضوع النهاردة الحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو أهمية علوم البيانات في مواجهة جائحة كورونا، أرجو أن احنا نكون حاطين الأمور في وضعها الطبيعي. لما بنتكلم على الداتا ساينسز بشكل كبير احنا بنتكلم على معلومات قابلة للتغيير وقابلة للتعديل اليومي، مش بس على مدار الشهور ولا الأسابيع. ليه؟ لأن إحنا وإحنا بنتكلم في النماذج البحثية المختلفة الخاصة بالبيانات هي نماذج ديناميكية، يعني متغيرة وقابلة للتكييف وقابلة أيضا للتطوير والتشغيل مع مدار الزمن. عشان كده بنقول إحنا ساعات ندرس الأرقام في 10 أيام ونبني عليها واقع افتراضي لمدة 10 أيام قدام، لكن ما نقدرش نتوقع أرقام لمدة شهر لقدام أو لمدة شهرين لقدام. ليه؟ لأنها كلها بتعتمد على البيانات اللي بندخلها إلى النموذج بتاعنا، اللي منها
بيقدر ان هو يقدر يستشرف المستقبل في توقع ببعض الارقام، توقع بعض التاريخ تواريخ. لكن المهم الحقيقه ان احنا بنعتمد في البيانات بتاعتنا على البيانات المقدمه لينا من وزاره الصحه، وبنحاول كتير ان احنا نشوف التدابير اللي ممكن يقولها على الموديل عندنا او النموذج اللي بناء عليها نقدر تساعدنا في اتخاذ القرار او نتنبأ بالمنظومه الصحيه وقدرتها على تحمل الحالات. الحقيقه انا عايز في الحته دي تحديدا يعني اشرك معانا زميلي الدكتور هشام العسكري، وهو معانا من الولايات المتحده الامريكيه، عشان يعلق على حساسيه البرامج او حساسيه النماذج الحسابيه في التوقع للمستقبل في ضوء البيانات المقدمه ليها. دكتور هشام برحب بيك، ويا ريت لو تعلق لنا عن هذا الموضوع. جدا لسيادتك يا فندم، وسعيد بالعمل مع سيادتك مع وزاره البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي. زي ما سيادتك تفضلت، احنا بنتكلم على مودلز دايناميكال، مودلز متغيره، لان المودلز دي بتستقى معلوماتها من خلال واقع البيانات اللي بيتم عرضها من خلال وزاره الصحه بشكل يومي، وبالتالي احنا بنحاول دايما في المودلز دي ان احنا نستشرف المستقبل زي ما سيادتك تفضلت بشكل على المدى القصير وعلى المدى البعيد باحترافيه او بنوع من السكيل او بنوع من المهاره اللي بتقدر تدينا بعض الامور اللي احنا نبني عليها سيناريوهات مستقبليه علشان نقدر نحدد مدى استيعاب المنظومه الصحيه للحالات المتوقعه. الهدف دايما من النماذج الرياضيه ان احنا بنرد على بعض الاسئله، ايه هي الحدود القصوى اللي احنا ممكن نوصل لها؟ امتى نبتدي نرى تغير في شكل الجائحه او التغير في شكل النمو؟ وامتى نقدر نوصل لموضوع الانتهاء من الجائحه؟ وطبعا كل الحاجات دي زي ما سيادتك تفضلت حاجات متغيره معتمده على البيانات اللي احنا بنستخدمها او اللي احنا بندخلها في المودلز بتاعتنا. الافتراضات لا تكون دقيقه 100%، فاي مودلز سواء كانت نيوميريكال مودلز او ابيديميولوجيكال مودلز، كل مودلز ليها او كل نماذج بيبقى ليها مميزات وعيوب، ودائما الافتراضات لا تكون تمثل الواقع بنسبه 100%، ولكن احنا دايما بنحاول ان احنا نعمل عمليه ميميكينج او ان انا بستشرف المستقبل من خلال الواقع، وكل ما يكون الافتراضات بتاعتنا فيها دقه عاليه جدا، ممكن يكون فيها دقه 90% 95% 50%، كل ما الموديل يقدر يديني استشراف مستقبلي بشكل ماهر تقدر توصلني الى قرارات يعني تبقى في صالح الوضع العام. الشيء الصعب دايما هو معرفه الافتراضات هي قد ايه قريبه للواقع المادي اللي موجود. النماذج اللي احنا استخدمناها اثبتت على مدار الزمن ان هي كانت ماهره بحد كبير جدا، وكان ليها مصداقيه في افتراض بعض الارقام او توقع بعض الارقام، وصلت لمرحله اكثر من حوالي اسبوعين قبل حدوث الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها. أشكرك يا دكتور هشام. طيب احنا برضو اشتغلنا مع بحث مع بعض في موضوع رصد حركة السكان والتحرك عبر الطرق والتجمعات السكانية وانتشار السكان عن طريق الأقمار الصناعية ورصد صور الأقمار الصناعية، ويمكن الجراف ده تحديدا لما تقدمنا للبيبر دي للنشر، القصد منها ان احنا ازاي نحط علاقة ما بين صور الأقمار الصناعية اللي بتجيلنا ونربط هذه الصور بالتجمعات السكانية بالعداد الحالات المسجلة يوميا وعداد الحالات المتوفاة يوميا، علشان هل هناك علاقة ما بين الأيام اللي فيها تكدس عالي أو الأسابيع اللي فيها تكدس عالي وما بين نسب الانتشار أو نسب ظهور الحالات الجديدة ونسب ظهور حالات وفيات أكتر من الأول؟ ومن هنا كنا بنقول أن كل ما كان البيك بتاعنا في الديلي نيو كيسز والديلي ديث قريب من النموذج اللي احنا حطيناه الخاص بدراسة انبعاثات ثاني اكسيد النيتروس او النيتروس اوكسيد، هنا بنقدر نبص على ايام معينة. يعني لو اخذنا ايام مثلا الاسبوع الاخير او الخميس الاخير من شهر رمضان، هنلاقي ان اللي هو كان يوم مايو 21، نلاقي ان لما نقارن مايو 21 ومايو 20 نلاقي ان الاحمر ده بيدل على كثافات وتحركات وانبعاثات اكتر من اللازم. وبالتالي لو بصينا على النموذج ده في مدن في القاهرة، مش بس في القاهرة، على مستوى المحافظات،
هنلاقي نقدر ان احنا بنشوف القاهره الجديده وحلوان ومدينه القاهره، من الناحيه الثانيه بنشوف الاسماعيليه وقناه السويس، بنشوف الفيوم، بنشوف دمنهور واسكندريه وكفر الشيخ. يعني اذا احنا نقدر بصور الاقمار الصناعيه ان احنا نركب او نقارن يوم بيوم من حيث انبعاثات الخارجه والتجمعات السكانيه، علشان نقدر نقول ان كل ما رحنا عند الاحمر كل ده معناه كثافات كتيره، كل ما معناه انبعاثات كتيره، ونربط اللي احنا شايفينه في الايام دي تحديدا بنسب اللي تم تسجيلها في من قبل وزاره الصحه او نسب الوفيات. ونفس الحكايه لو اخذنا بقى الاسبوع او يوم الخميس الاخير من شهر رمضان وقارنا ايضا في اماكن اخرى، يعني ما هياش في نفس المحافظات، هنقدر ان احنا نصل الى شكل عام لكم الانبعاثات وعلاقتها بالانتشار وعلاقتها بالده. طبعا لو قارنا بقى ده بيوم اجازه او يوم كان فيه حركه المواطنين حركه قليله، هنلاقي دايما واحنا بنبص على اخر ايام عيد الفطر الحقيقه او يوم او ثالث يوم العيد 28 مايو و27 مايو، وشفنا الفرق ما بينهم، نلاقينا دايما داخلين ناحيه الازرق، علشان ده معناه ان كان حركة المواطنين قليلة، وبالتالي اي اجراءات اتخذت في خلال فترة العيد هنقدر نشوفها ونقدر ندي يعني نجني ثمارها بعد 10 ايام من انتهاء فترة العيد، علشان هو ده اللي نقدر نحنا نتوقع ان يكون فيه الاعداد ابتدت تتحسن نتيجة الوجود عدم وجود حركة. دكتور هشام عايزك تعلق على موضوع صور الاقمار الصناعية وعلاقتها بالبحث اللي احنا تقدمنا بيه. هو طبعا زي ما سيادتك تفضلت، هو الاقمار الصناعيه او نظم علوم الارض في المجمل دايما بتستخدم لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. احنا حاولنا نستخدم علوم الارض في المرحله ديت ان احنا ندور على انديكيتور او ندور على مؤشر ازاي يعكس الحركه او النشاط البشري. وكان من ضمن الحاجات اللي هي معترف بها دوليا هو النيتروجين دايكسايد، اللي هو الاميشنز التي تنتج عن النشاط البشري بما فيها ذلك المواصلات، عمليات الحرق لما حصل، عمليات في المصانع، كل الامور دي بتشارك في النشاط البشري. فاحنا استخدمنا هذا المتريك علشان نقدر نحدد ونشوف هل فعلا النشاط البشري بيؤثر او التواجد الكثيف للسكان بيؤثر بشكل مضطرد على الاعداد اللي ممكن يحصل لها ريبورتنج. وعشان كده في السلايد او في الشريحه اللي سيادتك تفضلت بيها اللي عملت عمليه اللاج او بينت ان في فرق ما بين كميات الاميشنز او كميات الانبعاثات وممكن الارقام التي يتم تسجيلها لاحقا. دي طريقه كويسه جدا ان احنا نقدر نشوف على ارض الواقع هل تطبيق المعايير الاحترازيه وهل مدى التزام المواطن بهذه المعايير هل تمت او قدرنا نجني ثمارها. فده طبعا ده مؤشر يقدر يورينا على زي ما سيادتك تفضلت، يعني في عده ايام نقدر نشوف هل فعلا في استجابه، هل حصل التزام، وبالتالي هنشوف ارقام تبتدي تختلف. لما بنلاقي طبعا نشاط كثيف للسكان بنجد ده بيقابله على طول ارقام عاليه في الاصابات مع الاسف، ولكن لما بنجد ان الحركه بتقل ده برضو بيبقى مصاحب بتراقص ملحوظ في الارقام المبلغ عنها. تمام. إذن لو اتكلمنا واحنا في البدايه قلنا ان احنا الافتراضات بتاعتنا كلها مبنيه على بيانات ومبنيه على ارقام، وهو ده اللي بيحصل فيه تنبؤ، عشان كده ما نستغربش لما نلاقي ان التنبؤات مع مرور الوقت بتتغير، لان احنا قلنا في البدايه انها عمليه ديناميكيه، عمليه متغيره في ضوء الارقام. يعني معنى اصح لما كنا في 21 وكنا بنتكلم على الاعداد، لما كنا 550 و600 وحتى 700 مختلفه تماما عن نكون بنتكلم على حالات بتسجل يوميا 1200 1300. حتى لو احنا توقعنا الاعداد دي لكن لازم النموذج نفسه يتغير في ضوء الاعداد الجديده اللي احنا بنقدر نشوفها في اخر اسبوع او اخر 10 ايام، وده اللي بنسميه الهايند كاستنج او التنبؤ بما حدث في الماضي لتقييم دقة البيانات اللي كانت مبلغة بالنسبة لنا، اللي على أساسها بنحطه مع الناو كاستنج أو التنبؤ بالوضع الحالي في ضوء الأرقام المسجلة النهاردة. يعني النهاردة لو الأرقام بتاعتنا 1300 أو 1400 أو 1500، وامبارح كنا 1200 أو 1300 وهكذا، في ضوء فترة زمنية معينة بنقدر إن احنا نتابعها، اللي بنسميها كل ما هو ماضي بنسميه الهايند كاستنج، وكل ما هو حاليا النهاردة بكرة ده الناو كاستنج اللي نقدر نبني عليه الفوركاستنج وهو التنبؤ بالوضع المستقبلي. يبقى مهم جدا إن احنا نقول أي نموذج حسابي في الدنيا هو بيعتمد على دراسة أرقام ماضية وأرقام حالية بيتبني عليها أرقام مستقبلية.
وده معناه ان في كل مرحله بيتم تجديد النموذج بناء على الارقام وبناء على دراسه الهايند كاست. وده احنا يمكن لاحظناه مع بعض لما اشتغلنا في التنبؤ عن طريق الاكسبوننشال موديل واللوجيستيك موديل، وقلنا مع بعض ان يوم مايو 28 اللي هو اللي فات احنا كنا متوقعين 20,000 حاله. وطبعا التوقع ده كان من البدايه خالص، يعني احنا من اول ابريل واحنا بنتوقع الالف الاولى لحد ما توقعنا ال20 اللي كانت اتحققت يوم 28 اللي فات. ده مبني على ارقام تم دراستها وتحليلها في المرحله السابقه، وبالتالي اي تعديل في الارقام مع الوقت بينتج عنه تعديل في المعادلات كلها علشان تقدر انها توصل للي احنا شايفينه. فاحنا لو بنحط لنفسنا مايلستون جديد، وده ساعات كتير الناس تهتم بالمايلستونز او بالمستقبل، بنقول ان احنا متوقعين ان احنا نصل الى ارقام جديده في ضوء ايه؟ في ضوء ان احنا بنشوف المرايه كلها وبنراقب نسبه الحالات او النسبه المئويه لتغير اليومي للحالات، اللي هي بنقول في يوم احنا كنا بنزيد ب 346، في يوم تاني كنا بنزيد 510. اكيد الايام دي لما كنا بنزيد العدد ده من الحالات اللي كان بيعمل نسبه مئويه او نسبه تغير مئوي 3.3 تختلف تماما عن النهارده لما اكون بسجل 1300 حاله او 1400 حاله، لان هنا اولا البرسنتج اوف جروس مش هتبقى 3%. يبقى اذا ما تم الاتفاق عليه او ما تم مناقشته ووضع ارقام عليه كان مبني على ماضي اللي بنسميه الهايند كاستنج، الماضي اللي هو ممكن يكون اسبوع ممكن يكون 10 ايام، لكن طالما في يعني استمراريه في الارقام او قرب للبرسنتج اوف جروس بنقدر نبني عليه الناو كاستنج والفوركاستنج. والعكس صحيح، لو كانت الارقام دي اللي قدامنا كانت 5.6 او 6.1 وكانت الارقام هنا الوفات او 1200 او 300 تختلف تماما عن الرقم ده لو كان 300 او 400. ومن هنا كانت دايما الارقام بتاعتنا اللي احنا بنتوقعها اللي هي دايما بنسميها اكسبوننشال موديل كانت الى حد كبير قريبه. يعني لو نلاحظ يوم 20 مايو الحالات اللي تم تسجيلها كانت 14,288 حاله، وبالتالي لما 14,229 حاله احنا كان توقعاتنا 14,166، فبيبقى المارجن دايما اوف ايرور قريب جدا، هنا ماينس 0.4. يعني ده بيوريك دقه الحساب لما بتبقى الارقام ريلايبل، لان تاني لو الارقام دي جاي فيها اي ايرور اللي هو الهايند كاستنج كل المعادله دي تتغير. وطبعا ده كان بيبان مع تسجيل وزاره الصحه للارقام بشكل يومي. لو احنا بنتكلم على مايلستونز جديده يبقى لازم نفكر ان النهارده 31 مايو او على اقصى تقدير بكره، بس اكيد ان شاء الله توقعاتنا ممكن تبقى قريبه، ان نصل الى 25,000 حاله النهارده، وممكن نصل الى 30,000 حاله يوم 4 أو 5/6، ومش مستبعد ان انا اصل الى 40,000 حاله من يوم 10 ليوم 13/6. طيب احنا بنينا التوقع ده على ايه؟ بنينا التوقع ده بناء على تسلسل الارقام وانتظام الارقام اللي بتبلغ من وزاره الصحه بشكل دوري. علشان كده لو الارقام دي اتغيرت عليت اكتر او قلت اكتر الارقام دي تختلف، وبالتالي التواريخ دي تختلف. يبقى كلها مبنيه على المعادله اللي بتقول لي البرسنتج اوف جروس قد ايه، بتقول لي انا بزيد بكام حلقه يوميا وفي تاريخ امتى. لكن احنا كنا دايما بنقول ان مش شرط ان الارقام اللي بتبلغ في العالم كله هي اقرب ارقام الى الحقيقه. احنا حتى عملنا نموذج افتراضي وقلنا ان احنا هنضرب في 5، وساعات في بالنسبه لنسب الوفاه قلنا هنضرب في 10 حتى علشان نقدر نطمئن ان لو الارقام اللي بتبلغ احنا كنا يمكن قلنا في 21 كان اعتبرنا ان احنا ممكن نكون مش ساعتها الارقام كانت اقل من كده 5 أضعاف، قلنا 75,000. طبعا البرسنتج اوف جروس هنا واحده او النسبه المئويه للتغير اليومي للنمو ثابت اللي هو كان 5.4. تاني يختلف خالص لما يبقى 5.4 و6.2، يختلف تماما بشكل جذري. يعني احنا ساعات الرقم الواحد او الديجيت الواحد يغير في المعادله بالكامل عشان ما حدش، بس ما تنسوش ان احنا كنا في يوم من الايام كانت نسبه التغير او النسبه المئويه للتغير في الاعداد كانت 3.2 3.1، لكن النهارده احنا بنتكلم في اخر امبارح كنا بنتكلم على 6.2.
فاحنا حتى كنا بنتوقع بالعمليه الحسابيه البسيطه ان احنا ممكن نكون وصلنا الى حوالي 117,000. يعني ده النموذج الافتراضي ان انا بشوف الارقام اللي انا وصلت لها النهارده وبضربها في 5 وبقول بعمل حساباتي على كده. ومن هنا بنقول ان النموذج الفعلي اللي هو الريبورتد داتا اللي بتجيلنا، وده النموذج الافتراضي اللي هو الهايبوثيتيكال فيجرز اللي احنا بنفترضها، وده المعدل النمو للنموذجين. طبعا معدل النمو ده غالبا ما بيبقاش متغير كبير لان احنا بنضرب في فاكتور كونستنت. ومن هنا بنقول ان اذا كنا النهارده في الفعليه بنتكلم على 23,449 بزياده 1,367، وده اللي ريبورتد امبارح من وزاره الصحه، بنقول لا خلينا ان احنا نبقى متشائمين ونقول ان احنا 5 أضعاف، وساعات ممكن نقول احنا 10 أضعاف، فاحنا فعليا 117,000. ومفروض ان الزياده لو احنا بنشتغل على النموذج الافتراضي تبقى 6,835. لكن احنا الحقيقه ربطنا الكلام ده بشكل كبير جدا في عدد الوفيات او معدل الوفيات بناء على نقطه 30 مايو. وقلنا في النموذج الفعلي احنا نسبه الوفيات بالنسبه لنا مقارنه بال 23,449 تعمل لي 3.9 او 3.9، يعني تقريبا 4%. لو بنتكلم على النموذج الخاص بالخمس اضعاف يبقى 0.8% او 0.4%. لو انا بضرب في 10 يعني عندي 10 اضعاف الارقام اللي هي يعني. انا عايز دكتور هشام يعلق على النموذج ده الحقيقه، لان هناك ايضا نموذج ثاني يعني هو ممكن يتكلم فيه ليه علاقه بنسبه الوفيات او ما يطلق عليه الكيس فيتاليتي ريت او سي اف ار. اتفضل يا دكتور هشام. مشاري فندم، لما بنيجي نتكلم على الكيس فيتاليتي ريت او معدل الوفيات دايما بنحسب السي اف ار، او هي بتعمل ريبريزنتيشن لجزء من الحالات اللي هي حصل لها وفاه، ولكن ده بنحسبه بنهايه الجائحه بنهايه الاوتبريك. فبنقول والله انا مثلا لو عندي عدد وفيات قد كذا على الحالات المبلغ عنها از توتال قد رقم معين، لما بعمل الريشيو او باخد النسبه ما بين الرقمين ده هو ده اللي بيطلع لي السي اف ار. ولكن احنا لو فكرنا بهذا المنطلق في الفتره اللي هي فيها الديزيز او فيها الجائحه ما زالت مستمره، ده يكون تفكير يعني في نوع من عدم الدقه المتناهيه. وعلشان كده احنا بناخد تقدير اخر متحفظ الى حد ما، ان احنا بنقول والله في متوسط وليكن 7 أيام من تاكيد الحاله حتى الوفاه. بمعنى انا والله لو عندي كميه الحالات المبلغ عنها او المعلن عنها يوم 30 مايو هي عباره عن 23,449 حاله، عدد الوفيات المبلغ عنها طبقا لهذا اليوم هي 913 حاله، انا لما باجي ابص على الرقم اللي ممكن ينشا منه 913 حاله انا باخده اسبوع اقدر من اليوم اللي هو مايو 30. وعشان كده انا ببص على الكيس فيتاليتي ريت مع الكميه المعلن عنها يوم مايو 23، وده يخلي لي البرسنتج تعلى شويه، اللي هي تخليها لي بدل من كانت 3% وشويه او 4% وشويه تخليها لي 5.5، ولكن دي تبقى نسبه مور ريبريزنتيف. والله في طريقه اخرى لعمليه حسابيه ان انا ممكن اقول والله لا انا مش هقسم فقط على عدد الوفيات، لا ده انا هقول الوفيات مع الريكفرد. يبقى انا لما باجي اقسم او اجي اعمل الريشيو اقول الريشيو بين عدد الحالات الوفيات مقسوم على الوفيات زائد الريكفرد. لكن ده ممكن يكون في نوع من التضليل يعني بشكل بسيط. ليه؟ لان ممكن في حالات لا يتم الاعلان عنها او لا يتم الابلاغ عنها، لان في ناس ممكن تكون مصابه وهي مش عارفه انها مصابه، فما بتدخليش في العمليه الحسابيه او النمبر اوف كيسز المعلن، لان الناس مثلا ما راحتش المستشفى او الناس ما عرفتش ان هي مصابه، في جزء اسيمتوماتيك مش باين عليهم اي اعراض، فاحنا مش عارفين، فده يغير في الفاكتور. وعلشان كده دايما احنا بنقول ان دايما في ارقام متغيره، لان في اسامبشنز كتيره جدا، احنا دايما بنحاول ان احنا نقلل كميات الاسامبشنز على قد ما نقدر علشان يكون عندنا الفوركاست او البروجكشنز اللي احنا بنعملها تكون مور سكيلد او ماهره بشكل مقبول. اتفضل. وده ياخدنا للاس اي ار موديل والاس اي اي اس اي اي ار موديل، الحقيقه اللي احنا كنا اشتغلنا او اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو بيخرجنا بالريبرودكشن نمبر او نسبه الانتشار او النسبه المئويه للانتشار اللي احنا بنسميها الار نوت او الار تي اذا كنا خدنا التايم فاكتور. يبقى الانتشار
بيحتاج الى بعض المعدلات اللي احنا ممكن ندرسها عن طريق النسبة الاشخاص المعرضون للاصابه او الاشخاص اللي بيتعدوا او الاشخاص اللي تعافوا، وده الاس اي ار موديل، وهنا زودوا عليها الاكسبوزد كاشخاص عرضه ايضا ممكن يكون عرضه. لكن لو اتكلمنا على الار نوت، لان الار نوت ده من الحاجات اللي ناس كتير بتستخدمها لاتخاذ قرار واحنا بندرسه، وقلنا المره اللي فاتت ان احنا الدراسه بتاعتنا بتقول 1.4 واحنا نفسنا نصل الى رقم 1 واقل من كده كمان، عشان معناه ان كل شخص بيعدي شخص او اقل، لكن ما يبقاش كل 10 بيعدوا 14، وده معناه على طول ان كل ما الار نوت اكتر من 1 كل ما معناه ان احنا لازلنا في مرحلة الانتشار حتى ولو كانت بمعدل بس. طبعا في دول فيها 3 وفيها دول فيها 3.4، لكن كل الدول اللي قدرت انها تصل الى مرحلة الانحصار كسرت الواحد وبقى الواحد اقل. ومن هنا كان الجديد في الموضوع عن المرة اللي فاتت الحقيقة، اللي هو ان احنا بندرس معدل انتشار العدوى التراكمي ومعدل انتشار العدوى البيزك او لكل دورة، وده اللي احنا رسمناه. قلنا ان معدل الانتشار التراكمي هو البار جراف اللي لونه اورنج، والخط الازرق ده هو البيزك ار نوت، وبنشوف الفرق ما بين الاثنين. واعتبرنا ان احنا بندرس على فترة زمنية، قلنا ان فترة حضانة المرض ممكن تتراوح ما بين 2 لحد 14 يوم، لكن المين بتاعهم او الافريج بتاعهم 7 ايام، والميديان 5 ايام. فعملنا النموذج ده على دراسته على 7 ايام، وعملنا النموذج على دراسته على 5 ايام. في النهاية ان احنا بنقول برضو لازلنا في حدود 1.4 او 1.38، يعني almost 1.4، يعني معناه على طول ان احنا مقارنة المعدل الانتشار التراكمي ومعدل الانتشار اليومي البيزك لازلنا ما كسرناش الواحد، وده مستهدف دايما ان احنا نبص عليه واحنا بنعمل الدراسات بتاعتنا. التيبيكال لوجيستيك والاكسبوننشال موديل بنقارن ايطاليا اللي خلصت وبقت واصله لمرحله المنحنى لشكل الجرس، وابتدى الارقام عندها تنزل. لو ناخد بالنا من الارقام، طبعا هم ابتدوا قبلينا، ابتدوا من فبراير، لكن مصر ابتدت من يعني قرب قبل الاسبوع الاول من مارس، وبالتالي الاعداد كانت زيادة، ثم لسه ما وصلناش للمنحنى اللي يدي الشكل البال شيب، اللي هو نبقى ننزل بالأرقام بتاعتنا على المنحنى اللوجستي علشان نقدر تبقى بنقول ان احنا بنصل او بنقرب الى مرحلة الانفليكشن بوينت، او بعد الانفليكشن بوينت كان مرحلة الديكاي او مرحلة انكسار العدد وابتدي العدد ده. كل ده بيعتمد تاني على معادلات وعلى أرقام لدراسة سابقة، ويمكن أن تتغير كل أسبوع. يعني الرقم اللي بنقوله النهاردة ممكن في ضوء الأعداد تقل أو تزيد، يختلف تماما كعدد ويختلف تماما على فترة زمنية. عايز تقول حاجة دكتور هشام في هذا الموضوع؟ تمام يا دكتور. هو طبعا زي ما سيادتك تفضلت، هي الفكرة كلها ان انا بحاول احط الافتراضات باكبر قدر من الدقة علشان ما يبقاش البروجكشن بتاعي بعيد عن ما سوف يحدث على ارض الواقع. الهدف من السلايد اللي قدام حضراتكم ان احنا بنقارن بين مصر وايطاليا علشان نوري حساسية الموديل. فمهم جدا ان انا دايما اشوف هل النموذج اللوجيستي وهل النموذج الاسي فعلا sensitive to actual situations او لاوضاع على ارض الواقع موجودة حاليا في دول اخرى. ومن هنا احنا بنبص على المنحنى لشكل الجرس زي ما معالي الوزير تفضل في 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 البلوت اللي هو الديلي تشينج، اللي هي التغيرات اليوميه في الحالات المبلغ عنها، علشان احنا عارفين ان اللي حصل المبلغ عنها اليوميا في ايطاليا تناقص مستمر. فهو ده الشكل اللي حضراتكم شايفينه، وده بيأدي ايه، بيعمل عملية فيتنج او ماشي مع اللوجيستيك موديل على عكس الاكسبوننشال، هو بعيد كل البعد. الخطوط الخضراء بتمثل النموذج الاسي، والخطوط الزرقاء بتمثل النموذج اللوجيستي. احنا عاوزين المنحنى اللي هو متعلق بمصر ان شاء الله يبتدي يمشي على النموذج اللوجيستي، اللي هو يبقى فيه انحصار او يعني يبقى فيه ان شاء الله تطور للافضل. والسلايد وراها برضو بهذا المعنى، ولكن بتوري شيء اخر. فزي ما حضراتكم شايفين برضو، وممكن نرجع للكيرف ده لان في حاجه كويسه جدا في المنحنى اللي هو موجود على مصر، ان حضراتكم تلاقوا في نسب الوفاه ان كميات الوفاه اللي هي الديلي تشينج بتقع بين المنحنى اللوجستي والمنحنى الاكسبوننشال. ده معناه ان الزياده في الوفيات مش بشكل اكسبوننشال، هي ولسه مش بشكل لوجستي برضو، اللي هي السلايد اللي بعد كده اللي هي السلايد المتمثله في حالات الوفيات. ودي برضو نقطه جيده، وان شاء الله نتمنى ان هي تقل عن كده كمان. تمام.
كنا اتكلمنا قبل كده على معادله مهمه جدا وهي النسبه المئويه للتغيير في معدل النمو لانتشار الفيروس في مصر، وقلنا ان البرسنت اوف جروث مهم جدا، ورصدنا ان في بدايه الازمه كان معدل النمو كان من 8-10%، ثم انتظم شويه ل 5%، ثم النهارده بعد الارقام اللي هي كسرت الألف وصلنا ل 6.5%. اذا المعادلات او معدل النسبه المئويه للتغيير في معدل النمو متغيره مع الوقت، وده رقم الحقيقه مهم جدا لان بتبني عليه اسامبشنز كتيره جدا، بتبني عليه افتراضات كتيره جدا لو احنا بنحط فوركاست سواء في اعداد متوقعه في ايام معينه او في حتى في التيرن اراوند بوينت او النقطه الانعطاف او حتى في نقطه اللي احنا بنتكلم عليها نهايه الجائحه. كل ده بيعتمد على الارقام دي واصله لفين، وزي ما دكتور هشام قال احنا عندنا خطين مهمين جدا، خط اسمه الخط الاسي او الاكسبوننشال جروث او الاكسبوننشال كيرف، وكمان عندنا اللوجيستيك كيرف. طول ما الارقام دي وقع على الاكسبوننشال كيرف يبقى انا عندي زياده راسيه، يعني لسه ما وصلتش لمرحله لا الانكسار ولا حتى البلاتوينج او التسطيح ولا حتى عمليه ان الاعداد تبتدي تنزل. وبالتالي احنا دايما الارقام بتاعتنا هي اللي بتتحكم في المعادلات. لو الارقام دهيت لقينا بعد وقت مش بعيد ابتدت تنزل وتقرب اكتر من المنحنى اللوجستي، يبقى ده معناه على طول واستمرت فتره، ما مش شرط انها تنزل في يوم او اتنين زي ما احنا شفناها قبل كده، لكن المهم انها تستمر لفتره معينه اللي بنسميها الهايند كاستنج عشان اقدر ارصدها واقدر اتوقع وابني عليها ان ده معناه ان ده المرحله ان احنا رايحين في سكه ان الارقام بتبتدي تقل حتى تصل الى قمه المنحنى ثم تنكسر بعد كده الى الانتهاء. دكتور هشام انت عايز تعلق على الكيرف ده تحديدا لان ده برضو بيتكلم على البرسنتج اوف جروس وبيتكلم على الحالات اللي بتزيد بشكل اكسبوننشال. اتفضل. تمام. لو حضراتكم شفنا الكيرف اللي هو الخط اللي لونه ازرق ده بيمثل النيو كيسز او الحالات المبلغ عنها، الحالات الجديده المبلغ عنها يوميا، وبتبان بشكل على منحنى اوسي. الكيرف الثاني او المنحنى اللي هو بلون اورنج كثر الحديث عنه في مواقع مختلفه في اماكن مختلفه، ناس كثيره جدا كانت بتتكلم على المنحنى لما بيكون هوريزونتال بهذا الشكل او منحنى افقي فهذا يمثل تسطيح للمنحنى، وهذا خطا شائع ان لما بنشوف الكيرف اللي هو لونه اورنج بهذا الشكل ماشي بشكل هوريزونتال هذا لا يعني تسطيحا للمنحنى، هذا يعني ما زال في المرحلة الزيادة الأسية. اللوجيستيك موديل ما هو إلا عبارة عن عدة مراحل من النمو، بيبدأ بجزء اكسبوننشال وصولا إلى نقطة بنسميها نقطة الانعطاف أو التيرن أراوند بوينت، مرورا بعملية الاكسبوننشال ديكي اللي هو الكاب أو اللي هو الرقم الأقصى عند انتهاء الجائحة. إحنا ما زلنا في هذه المرحلة، هي في مرحلة الاكسبوننشال جروث اللي هي المرحلة المبدئية من اللوجيستيك موديل، وعلشان كده إحنا بنجد دايما إن الاراوند بوينت او الانفليكشن بوينت ممكن تبتدي تبعد معانا طول ما احنا ماشيين بهذا المنحنى الاسي. الهدف ان احنا عاوزين نشوف الكيرف اللي هو لونه اورنج يتجه الى اسفل ليس مسطحا، مش عايزين نشوفه هوريزونتال بهذا الشكل او افقي، احنا لازم نشوف المنحنى الاورنج بيتجه الى اسفل وهذا هو ما سوف يطلق عليه تسطيح للمنحنى. اتفضل فندم. طيب ده معناه ان لو احنا راقبنا الايام من نص مايو لحد 30 مايو نلاقي ده الارقام، والاصفر ده اللوجيستيك كيرف والاحمر ده هو الكيرف اللي طالع هو الكيرف الاكسبوننشال. كل ما المسافه بعدت ما بين الاكسبوننشال واللوجيستيك كل ده مكان معناه كويس، لان معناه ان انا الارقام بتاعتي رايحه في النموذج اللوجيستيك في مرحله يا اما الانفليكشن او الاكسبوننشال ديكاي. يعني انا بمعنى صح عايز ابعد عن المنحنى الراسي اللي هو الاسي اللي هو الاكسبوننشال، لان ده معناه على طول الاعداد ببساطه معناه ان الاعداد بتتزايد،
لسه ما سبتتش علشان تبتدي تتناقص، وده اللي احنا شايفينه ورصدينه في الفتره اللي فاتت، وكلنا متفقين ان احنا حتى على مستوى يعني علاقاتنا بنلاقي ان عدد كتير من الناس بيصابوا، عدد ناس كتير بيبقوا بيشتكوا ان هم يعني موجودين وراحوا المستشفيات وخرجوا، يعني معناه ان في زياده في الانتشار، ومعنى ان في تسجيل الحالات بشكل كبير. يبقى اذا اللي مرغوب فيه ان انا يبقى عندي المسافه ما بين الاكسبوننشال وما بين اللوجيستيك كبيره جدا، والارقام بتاعتي تقع على اللوجيستيك اكتر من على النموذج الاسي. وده نفس الحكايه لما عملنا السيناريو من 13 مايو لحد النهارده، نلاقي ان الكيرف ده طول ما انا عندي الانحداب الكبير ده معناه كويس، والعكس صحيح، كل ما الهرم ده يختفي ويتسطح كل ده معناه ان انا لسه ما وصلتش للمرحله اللي هي اللوجيستيك فيها، او اللوجيستيك فيها وصل الى مرحله الانفليكشن بوينت او الديكي، وبالتالي كل ما البلوزابيليتي بتاعتي حصلها تسطيح، ده معناه ان الارقام اللي تحت الخط الاحمر ده سهله الحدوث. كنا بنتوقع 10,000 وحصلت، كنا بنتوقع 20,000 وحصلت، كنا بنتوقع 30,000 ومتوقعينها دلوقتي و40,000. يبقى اذا كل ما الجراف بيروح الناحيه دي، كل ما المستحيل او اللي احنا فاكرينه مستحيل ممكن يتحقق. دكتور هشام عايز تعلق على الحكايه دي. هو طبعا احنا لما اتكلمنا في البدايه على موضوع اللوجيستيك مودلز وعلى الاكسبوننشال مودلز، احنا لينا غرض معين. احنا الهدف بتاعنا ان انا اعرف ما هو العدد الاقصى لحدوث الحالات، وده طبعا لازم احط له اسامبشنز، لازم اعرف امتى يحدث التيرن اراوند او امتى يحدث نقطه الانعطاف. الكيرف اللي قدام حضراتكم زي ما معالي الوزير تفضل، انا بحاول من خلاله ان انا اجد ما هي القيمه القصوى المحتمله، وكلما ظهر الحدبه او الهامب اللي احنا بنسميها او البيك اللي معالي الوزير تفضل بالاشاره اليها الان، لكل ما بوري الحدبه دي بتبقى مور يونيك او مور بريسايس، كل ده ما يقول لي ان القيمه العظمى المحتمله ممكن تكون كده. لكن لما كل ما اشوف المنحنى يتسطح بهذا الشكل، فده بيقول لي ان جميع السيناريوهات المستقبليه محتمله، رقم ال 100,000 محتمل، رقم المليون محتمل، رقم ال 5 مليون محتمل، اند سو اون اند سو فورث. يبقى الهدف ان انا بحاول ان انا من خلال اللوجيستيك مودلز ان انا بعمل كابينج تو سم اكستنت، وبحاول ان انا اتنبا بمدى دقه او بمدى صحه هذه الكاب، والكاب دي هتبان مع البلوزابيلتي بلوت. وزي ما معالي الوزير تفضل، كل ما هو تحت الخط الاحمر الافقي سوف يحدث، يعني وفي نوع من التاكد من حدوثه. فالخط الاحمر الراسي اللي احنا راسمينه، كل ما هو قبله سوف يحدث. ده الكلام ده كان معروض يوم مايو 20، ولكن لو حضراتكم رحنا للتحديث اللي هو باخر نقطه اللي هو قدام حضراتكم، احنا شايفين الخط الاحمر بيشير عند رقم 50,000. ده معناه ان هذه ال 50,000 احتمال حدوثها عالي جدا، بمعنى ان احنا من المستحيل استبعاد حدوث الرقم ال 50,000. ده احنا عندنا ثقه فيه بشكل عالي ان ال 50,000 ممكن يحدث. علشان اعرف ال 50,000 هيحدث امتى على مدار الزمن، برجع ابص على الاكسبوننشال مودلز بتاعتي. وزي ما معالي الوزير تفضل في البدايه ان احنا حطينا بعض المايلستونز، حطينا بعض الخطوات اللي احنا متوقعين بحدوثها، سواء رقم ال 30,000، رقم ال 40,000، رقم ال 50,000. انا عايز اكد هنا يا دكتور هشام ان الارقام دي توقعات، انا ما اقدرش اتوقع بعد ال 50,000. هو دكتور هشام بيقول ان ما فيش حاجه مستحيله. طب ما طبعا ما هو المنطق يقول ان لو ما فيش اي حد اعتنى بنفسه، ما حدش لبس ماسكات مثلا، ما حصلش تباعد اجتماعي، ما حصلش ان احنا تجنبنا السبل اللي تؤدي الى العدوى، كل ده معناه ان ممكن يصل الى. فانا بس عايز اوضح ان المعادلات الحسابيه والنماذج الافتراضيه دي كلها مبنيه كمان على يعني مجتمع بيقدر ان هو يساعد علشان يقدر يتجنب حدوث اللي بعد كده. يعني معنى كده ان انا هل في حاجة ممكن تحصل ونلاقي ان ال 50,000 اللي احنا بنقول ان دلوقتي بقت صعب انها ما تحصلش، انها ما نوصلهاش؟ ممكن طبعا جدا، وممكن ده يبقى اخر عندنا الارقام، ممكن، وممكن يبقى اكتر من كده بكتير زي ما الدكتور هشام قال، ممكن نصل الى ال 100,000 ونصل المليون. كل الاحتمالات في الاوبئه في العالم ممكنه، وخصوصا ان احنا بنتكلم على مجتمع فيه 105 مليون نسمه، وبالتالي
نسب الانتشار ونسب حدوث الاعداد وتزايد الاعداد ده وارد على فتره زمنيه، لكن هل في ايدينا في حاجات؟ ده اللي هنتكلم فيه، ان في فاكتس نقدر ان احنا نقاوم بيها ان الاعداد ده هي تمشي في السكه اللي احنا مش عايزينها. نفس الحكايه احنا هنا كنا بنقول ان المنحنيات اللي احنا بنقرب منها بتختفي، يعني من اول ما كنا بنتكلم على 1000 ثم 5 ثم 10 ثم 20 كل ده لحد ال 100,000 كيرف، كل ده وارد وكل ده ممكن يحدث اذا احنا مشينا بمعدلات متناميه بشكل راسي لفترات طويله، يبقى الاحتمالات كلها وارده انها تحصل، والعكس صحيح، كل ما قدرنا ان احنا نسيطر كلنا على الانتشار والاعداد تقل، كل ما قدرنا نخلص بسرعه ونصل الى الرقم العالي في اسرع وقت. بقول عليك لو في تعقيب على الكيرف المنحنى، علشان برضو الناس تبقى فاهمه الارقام اللي بتتحرك، المنحنى او الاكس اكسس او المنحنى او المحور الافقي ده يمثل التغير الزمني، والنقطة اللي حضراتكم شايفينها بتتحرك ديت هي بتمثل امتى، ما هو الزمن الذي يمكن ان يحدث عنده انعطاف للوصول الى الكيرف او الى القيمة العظمى لل 100,000 او القيمة العظمى لل 50,000 او القيمة العظمى لل 250,000. يبقى انا بقدر ببص من هذا المنحنى ان علشان انا ما اعديش لا يعني ما الكاب بتاعتي او القيمة العظمى او القيمة القصوى لعدد الحالات المبلغ عنها ان شاء الله بانتهاء الجائحة لا تتعدى ال 100,000، فلا بد من حدوث انعطاف في الزمن المحدد طبقا لهذا المنحنى، علشان يعني انعطاف اللي انا بقول عليه ان انا اوصل لعمليه البلاتوينج، اوصل للماكسيمم او للبيك، وببتدي بعد كده ابتدي يحصل عندي اكسبوننشال ديكي علشان ابتدي اشوف نهايه للجائحه. هي دي النقطه المهمه جدا ان احنا عايزين نوضحها على موضوع التيرن اراوند بوينت او الانفليكشن بوينت. يعني من غير المنطقي ان انا اصل الى الحد الاقصى للحالات دون ان اكون مريت بنقطه الانعطاف من على اللوجيستيك كيرف، يبقى لازم الاول الحالات تعلى وده اللي احنا فيه دلوقتي، ثم تقف اللي هو البلاتوينج، ثم يحصل لها الانفليكشن، ثم يحصل لها الديكي اللي هي تصل بنهايه الامر الى العدد الاقصى من الحالات اللي ممكن تسجلها، اللي انا قلت المره اللي فاتت اللي بعديها تسجل صفر حالات. معنى كلمه تسجل صفر حالات يعني معناها ان انا باصل للكاب بتاعتي امتى، وزي ما قلنا ان امتى دي متغيره دايناميك لانها بتعتمد على الاعداد النهارده وامبارح وبكره وبعده وبعده، فاذا كل اسبوع ولا كل 10 ايام محتاج تحديث للنموذج علشان يقدر يديلك الكاب الجديد، ممكن تبقى اكتر وممكن تبقى اقل في ضوء اللي احنا كلنا بنعمله مع بعض علشان نقدر نكون ده في بالنا واحنا بناخد اجراءات. يعني ده كان ملخص بسيط للنموذج بعد تحديثه في العشر ايام الاخيره، لكن الثابت الاكيد اللي احنا يعني محتاجين نتناقش فيه كلنا وننسق فيه ان مع اختلاف النماذج ومع اختلاف طرق التحليل المنتشره على مستوى العالم، احنا تبنينا ثلاثة أو أربع من النماذج، مش بنشتغل في نموذج واحد وأنا بأكرر، والنماذج دي ليست نماذج مصمتة، it's not a static mathematical modeling، دي dynamic modeling بتعتمد على numerical values، بتعتمد على 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 epidemiological values، وبالتالي احنا في بالنا الاثنين واحنا بنشتغل عليهم، لكن ما نقدرش نتوقع أكتر من أسبوع، 10 أيام، أسبوعين عن حد أقصى تقدير من النهاردة، وبالتالي كل فترة لازم بناء على التحديث البيانات بيتم تحديث المواعيد، بيتم تحديث الأرقام اللي بيها نقدر نجاوب على السؤال اللي بيشغل الناس كلها، طب إحنا هنفضل لحد كده لحد إمتى؟ كل ده ما تستناش تسمع إجابته، لأن إحنا جزء من الحل وليست جزء من المشكلة فقط، كلنا جزء من الحل. اللي نملكه دلوقتي كمجتمع هو الوقاية الشخصية، بتعتمد على بشكل كبير جدا في العالم كله النهاردة على لبس الكمامات من أول ما تنزل من البيت، إنك مفيش مصالح أو مفيش طرق مواصلات عامة أو تجمعات تكون موجودة والإنسان مش واخد باله من المسافات الاجتماعية، ده حاجة أثبتت مما لا شك فيه إنها مفيدة. أكيد الناس اللي عندها أعراض
بنقدر ان احنا نتعامل معاها من خلال منظومة وزارة الصحة، سواء في المستشفيات او في طرق العزل المختلفة في المدن ونزل الشباب والفنادق، علشان نقدر نقلل من نسبة الانتشار. يعني هي موضوع متكامل، لو كل واحد فكر ان هو يعني وجوده والاجراءات اللي بياخدها مع نفسه ممكن تأثر على الارقام اللي احنا قلناها دي كلها، هيفهم كويس قوي. لكن لو قال يعني هو انا يعني انا الوحيد اللي هأثر وانا اللي هفرق في الارقام دي، هو كل شخص ممكن لو فكر يحمي نفسه ويحمي اللي حواليه هيعمل فرق كبير جدا، ويخلي النماذج دي كلها تبقى نخلص بسرعه، تبقى متوقعينها. وكل اللي احنا بنقوله ده الاهميه فيه حاجتين، الاهميه فيه المعلومات اللي ممكن صانع القرار يعتمد عليها، والاهم من ده قدرة المنظومة الصحية على استيعاب الحالات بناء على توقعاتنا. علشان كده النهاردة لما بنقول ان مدينة القاهرة بناء على الساتلايت اللي احنا شفناه او القمر الصناعي لقت ان دي اكبر كثافات موجودة في مدينة القاهرة في على معظم الايام، ده كان الحقيقة ريفلكتد بشكل كبير جدا على ان 50% من الحالات او اكتر اللي بنسجلها يوميا هي جاية من محافظة القاهرة. ومش بقول محافظة القاهرة الكبرى يعني، لا، احنا بنتكلم عن محافظة القاهرة. ده معناه على طول صنع القرار بناء على البيانات اللي قلناها احنا والبيانات اللي جايه من وزاره الصحه، بناخد قدامها قرار ان احنا بنتوسع في الخدمات الصحيه المقدمه من المستشفيات داخل منطقه القاهره الكبرى. وبالتالي وزاره الصحه توسعت في المستشفيات في نطاق القاهره، المستشفيات الجامعيه من خلال جامعه عين شمس وجامعه القاهره وجامعه حلوان وجامعه بنها وجامعه الازهر، وخدنا جامعه قناه السويس عشان هي قريبه من القاهره. يبقى اذا احنا بنتوسع علشان نلاقي او بناء على الدراسات دي نقدر ان احنا نستوعب اكبر اعداد معينه في محافظه بنقول الدراسات وبتقول الارقام ان هي من اكبر محافظات الجمهوريه في الاعداد. يعني ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى مع تحديث يعني كل اسبوعين على اقصى تقدير، علشان نقدر ان احنا نكون شايفين، ونتمنى من الله التعاون مننا كلنا علشان نقدر نسيطر على الارقام دي بشكل. شكرا، شكرا دكتور هشام، وسعيد ان انت تكون معانا النهارده باذن الله. شكرا جدا، تحياتي فندم.